متابعين اليوم السابع، اهلا بحضراتكم. احنا معاكم في بث مباشر جديد، حاجه كده من روايح الزمن الجميل. عم جمعه ابو عماره هو اقدم ترزي بلدي في مدينه الزازيب ومحافظه الشرقيه، ربنا يديله الصحه. عنده 80 سنه بيشتغل في المهنه من تقريبا من 60 سنه، ومن اشهر زباينه كبار قراء القران الكريم في مصر والعالم العربي، الشيخ الليثي رحمه الله عليه ومولانا الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. احنا هنقرب منه وهيحكي لنا بقى عن ذكرياته مع المهنه، وعن يعني المهنه بتعدي من مهن الزمن الجميل. نتشرف باسم حضرتك. اسمي جمعه محمد الرنا. حضرتك قلت لي ما شاء الله 80 سنه. ويعني شغال بقالك 60 سنه في المهنه دي، اتعلمتها من مين بقى؟ اخويا. اخو حضرتك؟ اخويا. لكن مفيش حد في الاسره او العيله، اب او عم كان؟ لا لا لا. والمحل ده حضرتك موجود فيه من امتى بقى؟ من سنه 86. 86. ربنا يديك الصحه وطولة العمر. عم جمعه يومك بيبدا الساعه كام؟ انا بطلع من البيت الساعه 10 وبتوب من 10 ونص، وبروح الساعه 9 بالليل. ما شاء الله، يعني بتقعد فتره طويله. مهنه متعبه؟ طبعا متعبه. متعبه. حضرتك قلت لي انا بحبها زي عيل من عيالي. طبعا. انا عشت فيها. ايوه. 14 سنه عنها. ايوه. يعني حتى لو انا ببقى تعبان بنقعد في البيت، بريح هنا في الدكان هنا. ايه؟ والله. تروحش البيت تريح؟ لا. طب حضرتك طبعا يعني يعتبر اقدم ترزي في مدينه الزازي. حاليا دلوقتي. تمام. طب يعني مين بقى اشهر الناس اللي بيفصلوا عند حضرتك؟ احنا عرفنا كان في البهوات زمان و وعمد كتير كتير يا بنتي، بس واحد نسيهم يعني. طب قراء القران الكريم كان زي مين؟ انا زمان قلت لك الطاروتي. الليثي. ايوه. كتير الله وكيل يعني. كتير. بس مش متذكر يعني. لا. ربنا يديك الصحه يا رب. حضرتك تقول يعني ما انت على قيد الحياه، ربنا يديك الصحه يا رب، بتمارس المهنه. الجلابيه البلدي ممكن تاخد وقت قد ايه من حضرتك؟ تقعد يومين. يومين؟ يومين. والعباية؟ العباية بتقعد أربع أيام. طب دلوقتي الأفضل الناس بتفضل البلدي ولا الأفرنجي؟ لا، في لابس بلدي وفي لابس أفرنجي. أيوه. بتاع الأفرنجي ما بعرفش ألبس البلدي. أنا ممكن ألبس الاثنين، ألبس جبال بلدي وجبال الأفرنجي زي دي. أيوه. في غيري ما بعرفش ألبس البلدي. في غيري ما بعرفش ألبس الأفرنجي. وده بيجلس دي وده بيجلس دي. البلدي لونه اسمه مخصوص يعني. ايوه. مهنة الجلباب البلدي هي طبعا من المهن اللي في طريقها للانقراض. الجلباب البلدي كان زمان برضو كانت حلوة، بس كانت ضعيفة في الشغل. كان الواحد بيجيب جلابية كل سنة، النهاردة النفر اللي بيجيب جلابية ما بيجيبش جلابية، يجيب خمس جلابيات، ست جلابيات. ايوه. يعني المهنة شغل، بس الصناعية انقرضت فين؟ يعني لسه موجودة وليها زباينها. بس ما فيش فيها صناعية كتير. ما فيش صناعية. تقريبا حضرتك الوحيد اللي موجود في مدينة الزازي. تمام. طب ربنا يديك الصحة يعني وطولة العمر. حضرتك 80 سنة وأنا يعني متواجدة بدري وحضرتك فاتح من بدري، يومك بيبدأ الساعة كام؟ من الساعة 10 لغاية الساعة 9 بالليل. ما شاء الله، ربنا يديك الصحة. اوكي. الجلابية ممكن تاخد وقت قد إيه مع حضرتك؟ ممكن تاخد يومين. يومين؟ يومين شغل. البلد بالذات يعني. تمام. وفي جلابية تاخد يوم. تاخد يوم. مش كل البلد يعني. مش كله. مش كله. الصنعة طول ما انت عايشة فيها بتتعلمي. طول ما الانسان عايش بيتعلم الصنعة. هذا ابتدائي، اعدادي، ثانوي، كلية، هي نفس الصنعة. يعني طول ما الانسان عايش بيتعلم فيها. طول ما هو عايش بيتعلم فيها. طب فاكر اول حاجه فصلتها كانت لمين؟ ليا يعني. كانت لحد كانت ليه؟ كانت ايه بقى؟ جلابيه فرنجي. سنه 56. اتعلمت في نفسك يعني. انا قصتها، وكان اخويا راح الجيش. وانا مسكتها قصتها وعملتها على المكنه ولبستها. يعني عيبها كان فيا يعني. طب وتاني واحده كانت لمين؟ تاني واحدة برضو كانت لأخويا برضو. تمام. وبعد كده مشيت معايا يعني. طب أول أجر خدته بقى على جلابية عملتها كان كام؟ كان خمسة سعر. خمسة سعر؟ خمسة سعر. تمام.
كانت زمان الايام احسن من دلوقتي في يعني في التفصيل وكده. لا زمان هنا احسن زمن عشناه. اه الزمن بتاعنا ده بتاع الثوره كده. ايوه زمن الجميل بكلام بجد يعني. ايوه كان في صنعة في ناس في عيشه في كل حاجه. ايوه زمان كان الدنيا صعبه شويه. كانت صعبه، كان يجي ياخد الجلابيه يجيب الجلابيه يقعد عليها سنه. سنة قبل ما يفصل واحدة تانية؟ لما يفصل واحدة تانية وعشان يدفع اجرتها يعني. طب والعباية بتاخد قد ايه وقت مع حضرتك؟ العباية بتاخد اربعة ايام. اربعة ايام؟ من الشغلات كتير يعني. بلدي. لا حاليا النهاردة الناس الفلاح والعمد ديت متمسكة بالجلابية البلد. في شباب النهاردة عايز يلبس جلابية بلد. لا. قلع البدلة ولبس جلابيه بلدي. شباب كتير يعني. ايوه. بقول لك النهارده اللي بيعنا كان زمان كان واحد يجيب جلابيه واحده، النهارده اللي بيجيب جلابيتين ثلاثه اربعه. يعني الصنعه شغاله بس انقرض الصنايع انقرض. ايوه هي متعبه؟ متعبه. يعني مفيش واحد يقعد 24 ساعه يشتغل او 12 ساعه. يقعد معايا ساعتين ويمشي. عشان تعلم ابن حضرتك. تعلمه ما تعلمهاش. واخويا ما علمش عياله برضه ما رضيوش. صعبة. صعبة صعبة. مين أشهر زباين حضرتك بقى؟ أشهر زباين برضه العمدة اللي أنا بحبه الحقيقة يعني. عامر حاجة عامر. العمدة عامر تمام. وفي واحد اسمه حسن رفاعي مدير عام الجامعة. تمام. ده برضه حبيبي وده اللي فصله ممكن في السنة بتاع 15 جلابية. غاوي هو الجلباب البلدي. طب مين حضرتك قلت لي المشايخ؟ كان في الشيخ ليسي رحمه الله عليه. ليسي كان بيجيني هنا. الشيخ الطاروطي. الطاروطي الطاروطي. الشيخ محمد اخوه. الشيخ محمد انا عارف بس ما كانش بيفصل عندي. لكن الشيخ الطاروطي اللي كان بيفصل. واللي كان بيفصل عندي بتاع بهنباي اسمه عبد الحميد فرج برضه ابنه. ايوه يحيى. ايوه تمام. ايه اللي حضرتك يعني الجلابية طبعا في جلباب مختلف، في صعيدي في شراوي، كل محافظة اعتقد بيبقى ليها تصميم معين. الصعيدي غير الشرقية والمنوفية والبحيرة، دول كله خط واحد بيختلفوا عن بتاع الشرقية. ايه بقى الشرقية متميزة بإيه؟ يعني انا لو شفت اي حد مثلا اقدر اقول ان ده جلباب شرقاوي. يحب الكم القلم ده لف. ايوه الشرقاوي بيحب الكم بالطول. ايوه الطبال بيحب الكم وسعه 40 سم. الشرقاوي بيحب الكم 25 سم. الصعيدي كان الكم بتاعه زمان 40 و50 سم، النهارده بقلد الفلاح. بيعمل زي الشرقاوي. الكم الواسع دلوقتي حاليا دلوقتي الطبال. ايوه يجي لحضرتك حد من بره الشرقيه ولا الشرقيه في محافظات تانية ولا؟ لا بيجيني من الاسماعيليه، بيجيني من القصصين، بيجيني من القاهره. الحمد لله يعني من الصعيد. ربنا يديك الصحه. مواسم بقى يا عم الجمعه المهنه دي ليها مواسم معينه؟ كان زمان كان زمان مواسم رجب وشعبان ورمضان ده كان يشتغل فيهم، بعد كده كان يشتغل لو عملت جلابيه في الاسبوع زي بعض. حاليا السنه دي والسنه من كام سنه كده نعتبر مفيش مواسم ان في شغل على طول. ايوه. طب اكتر المواقف اللي مريت بيها في المهنه دي سواء مواقف طريفه يعني او مواقف مش قادر تنساها؟ كان واحد جاب جلابيه وعملتها له وقال لي دي مش بتاعتي. ما خدهاش ولا ايه؟ لا خدها. هي كانت بتاعته يعني؟ كانت بتاعته. بس هو كان جايبها اي مكان في بنزيون. وكان النور كان مقطوع. ايوه. هو جابها هنا وحطها له وجي ياخدها ويقول لي ده مش بتاعتي، كانت غامقه شويه. ايوه. يا عم هي كان الراجل ده عمدة الشبانات. ايوه. كان اسمه الحاج محمد ابو سمر. وخدها؟ عمدة الشبانات وخدها. يقول لي ده مش بتاعتي يا عم والله بتاعتك. انا هديها انا هدي دي ودي دي يقول لي لا هي مش بتاعتك. وكتير من الحاجات دي يعني. زي ايه تاني مثلا؟ في واحد بيجي مثلا يطلب طلب
ويجي يقول لي اعمله اللي هو عايزه، ويجي يقول لي لا انا ما كنتش قايل لك على كده. يا عم انت قايل لي على كده، ما انا بصلت ليه؟ يقول لي لا انا كنت قايل لك على نوع تاني وانت عملت لي نوع تاني مش هاخدها. تضطر بقى تراضيه وتعمل له اللي هو عايزه. طب انت ممكن ياخدوا رايك، الزبائن ياخدوا راي حضرتك في القماش، ولا هم بيشتروا من نفسهم؟ بيجي ياخد رايه، فانا بقول لهم يعني القماش الصح كذا وكذا وكذا، هو اللي يروح يقطع من نفسه الجلد. بس بياخد رايك في النوع الخامه او كده؟ بياخد رايي. كم متر زي متر. بحبها بجد يعني، حاولت ابعد عنها ما عرفتش. حاولت تبعد عنها؟ ما عرفتش. تروح فين؟ اشوف لأي شغلانه تانية ما عرفتش. في دمك هي. يعني حضرتك يا عم جمعه بتيجي من عزبه ابو هلال تبع شرويده يوميه للزازي وتروح بالليل؟ حبا في المهنه طبعا. لكن ما فكرتش تفتح في محل في مسقط راسك مثلا، محل هناك او حاجه؟ لا، كان زمان لما اخويا كان قبل ما يخش الجيش كان فاتح دكان هناك، فانا قعدت معاه سنه، وجي خش الجيش في سنه 56، فجابني هنا في تعلمت المهنة عند واحد تاني، كملتها يعني عند واحد تاني، وجيت انا خدت الدكان. ايجار قديم بقى، وحضرتك بتروح وتيجي يوميا؟ ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا رب. شكرا. بتحبها؟ طبعا عشت فيها. ايوه بحبها زي عيل من عيالي.